لو كان الرجل يريد أن يضحي، فهل يحلق بعد أن يضحي عنه وكيله الذي وكله بالذبح؟ أي نعم، إذا وكل من يذبح الأضحية عنه في بلده فلا يأخذ شيء من أظفاره ولا من شعوره حتى تذبح الأضحية. أما الرأس إذا رمى الجمرة لا بأس أنه يحلق، لأن هذا نسك، يحلق رأسه للنسك. أما أخذ الأظفار وقص الشارب وحلق العانة وإزالة شعر الآباط، هذا إذا ذبحت الأضحية. نعم. واليوم الحمد لله الجوال والتلفون يعني كأنك في بيتك، تتصل وتعرف متى ذبحت الأضحية. نعم.